السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله جاي لي ضيف ألماني، وهو شخص نباتي ما بياكلش اللحوم، فأنا قررت إن أنا هعمل له كشري مصري. فأنا معايا عدس وحمص. أنا طبعا بجهز من بالليل، لأن هو الألمان بيتغدوا على الساعة 12 الظهر بدري، فأنا مش هلحق إن أنا أروق البيت وأجهز الأكل وأعمل كل حاجة. فأنا من بالليل قررت إن أنا أسلق الحمص والعدس على طول من غير ما أنقعهم، لأني ما كانش عندي وقت. أنا حطيت الحمص في حلة الضغط وسبتها، يعني أنا مكترة شوية الحمص عشان خاطر ان انا هعمل منها كمان سلطة حمص. بعد كده هنسلق المكرونة. انا عندي بواقي مكرونة في الاكياس عندي، فانا حطيتها. فعملت كل الانواع على بعضها في الحلة والمية وعليهم الملح وسبتهم اما تتسلق. بعد كده انا هحمر الشعرية، برضو عندي شوية شعرية. طبعا كله شغال في نفس الوقت، ده بينجز. انا بحضر الحاجات دي من بالليل بحيث ان انا الصبح هحمر البصل بتاع الكشري بس، وهعمل الدقة والصلصة، دي حاجة بسيطة يعني، انما دي الحاجات اللي هتاخد مني وقت. الصبح انا سخنت مية في الكاتل وكبتها على المكرونة، فبقت أكنها لسه معمولة. خلاص كده الشعرية اتحمرت، وحطيت عليها المية بتاعتها والملح، وحطيت الملح على الحاجات. هو برضو العدس كده خلاص يعتبر استوى، أنا هطفي عليه في المرحلة دي خلاص. ووطيت النار على الشعرية عشان تستوي براحتها. المكرونة انا هسيبها للصبح، فانا حطيتها في المصفى في الحلة، وهحط عليها زيت عشان خاطر ما تلزقش في بعضها، واغطيها واسيبها زي ما هي. ده تاني يوم الصبح انا بحمر البصل، قطعته شرايح كده وفصصتها عن بعضها وفي شوية زيت وحمرتهم، وطلع بسهولة جدا يعني، ما من غير ما احط دقيق او نشا عليه عشان يبقى مقرمش. وبفرده على مناديل المطبخ كده، ما بحبش ان انا اغمقه عشان خاطر ما يبقاش ممرر في الاكل، بيكون اللون ده هو مع الوقت بيطرى، طول ما انا فرده على المناديل كده بيطرى. بعد كده انا حطيت فص ثوم كبير وفي شوية زيت، وبحمرهم كده عشان اعمل الصلصة. انا مش بخلي فص التوم يتحمر جامد عشان خاطر برضو بيبقى ريحته ممررة، قصدي طعمه ممرر. فانا خليتها يدوبك حاجة بسيطة كده، وهحط عليها الصلصة. انا بنشتري هنا علب صلصة جاهزة طبعا، لان الطماطم بتبقى غالية، فمش بنشتري طماطم ونسبك وكده، وانا كمان مش عندي فريزر او مكان ان انا اسبك فيه، فهي دي دايما اللي بطبخ بيها، دايما صلصة جاهزة تبقى ارخص طبعا. بعد كده انا عندي الدقة، انا بحط عبارة عن فص توم بشرته بالمبشرة عادي، وحطيت عليه خل وكمون، ولو عندك كزبرة ناشفة عادي، وشوية ملح وعصرة ليمونة بس، وبكمل عليهم مية وخلاص كده. انا بحطها في الكوباية كده، واللي عايز يحط يحط. ده كان الشكل النهائي للكشري. الحقيقة دي صورة قديمة للكشري، مش اللي ده انا عاملاه النهاردة، عشان ملحقتش اصور اما الضيف جه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام.